بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ على بركة الله هذه الحلقة بقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام وإلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. السائل بارك الله فيكم يسأل عن الرجس وعن الأوثان وعن الزور وعن هذه الآية بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله جميع ما حرم يعظمها المسلم ويبتعد عنها ويتجنبها، ولا سيما حرمات الله في الحرم وحول الكعبة والمشاعر، هذه من أعظم حرمات الله، لا يجوز لمسلم أن يتهاون بها ولا أن يسيء فيها، بل يعظمها بذكر الله وبالطاعات وأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس، من خالف ذلك إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إذا نوى أن يفسد في الحرم وأن يعصي الله فيه وأن يؤذي الحجاج والمعتمرين والساكنين في البلد الحرام، من نوى بقلبه قبل أن يفعل فإنه متوعد بهذا الوعيد، نذقه من عذاب أليم. فكيف إذا نفذ ووعد ونفذ ما هم به من الإلحاد في الحرم، فإن الله توعده بهذا الوعيد: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير وعند الله سبحانه وتعالى. هذا وعد كريم من الله سبحانه، وعده بالخير، بخلاف من يلحد في الحرم فإن الله وعده بالشر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال جل وعلا: وأحلت لكم الأنعام، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر، هذه هي التي تهدى للحرم، هي التي تهدى للحرم، والبدنة عن سبع والبقرة عن سبع والشاة عن واحدة، عن شخص واحد، الشاة عن شخص واحد. فهذه الأنعام من نعم الله على عباده. إلا ما يتلى عليكم تحريمه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذلك ما أهل به لغير الله عز وجل، ما ذبح للأصنام أو للقبور والأضرحة، فهذه ذبيحة شركية لا تحل، نجسة، لأنها أهل بها لغير الله. إلا ما يتلى عليكم. ثم قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس، والرجس هو النجاسة، من الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو شجر أو حجر أو قبر، كله يسمى وثنا.
اجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن بيانية، ليس معناه أن أنها تبعيضية وأن من الأوثان ما ليس برجس، لا، بل هذه تسمى بالبيانية، اجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيطهر تطهر المشاعر وتطهر مكة من الشرك والبدع والمحدثات. أن طهر بيتي وإن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهراه من النجاسات الحسية ومن النجاسة المعنوية، وهي أشد، وهي نجاسة الشرك ونجاسة البدع. اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، والزور هو الباطل والكذب. سمي زورا لأنه يزور ويحسن وينمق وهو باطل، ومنه شهادة الزور والعياذ بالله. والشرك بالله من أعظم الزور لأنه كذب وباطل. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور. ثم قال: حنفاء لله. حنفاء يعني مخلصين العبادة لله عز وجل. فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه غير مشركين به، لأن العبادة والتحنث لا يصح منها شيء مع وجود الشرك، لأن الشرك يبطلها. حنفاء لله غير مشركين به. فهذه الآيات العظيمات هي في حرمة الكعبة المشرفة وما حولها من المشاعر والبلد الحرام، أنها تحترم وأنها تصان عما لا يليق بها، لأنها مواطن العبادة لله عز وجل، ومواطن التوحيد، ومواطن السنة، وهي مصدر الخير والتوحيد والسنة لأهل الأرض. فلا يجوز أن يحدث فيها أو أن يعمل فيها شرك أو بدعة أو حتى المعاصي، فإنها تغلظ في الحرم. فعلى المسلم أن يقدر للحرم حق قدره من التعظيم والتطهير، ولا يصدر منه شيء في هذا الحرم إلا الطاعة والعبادة. نعم.